السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على قناة مستر حمدي بسيوني على اليوتيوب. لقاء متجدد وتكملة شرح سلسلة منهج كينكت. النهارده بإذن الله هنبدأ شرح منهج برايمري 2 تيرم 1، الصف الثاني الابتدائي الترم الأول. طبعا بفضل الله أنهينا شرح سنة أولى ابتدائي الترم الأول والثاني، ومعمولة في قائمة تشغيل واحدة بإذن الله. مش عايزين نبدأ شرح المنهج التاني إلا لما نكون راجعنا مع الأولاد كويس الصف الأول ابتدائي وحدة وحدة، وأنا عامل كل وحدة في فيديو. الوضع هيكون مختلف للصف الثاني الابتدائي. ليه؟ لأن هنا الوحدة طويلة شوية، فمش هعملها لك في فيديو واحد، ولكن هقسمها لك كده كل وحدة على مثلا فيديو أو اتنين أو تلاتة. طبعا الكتاب زي ما احنا شايفين كده Kinect Primary 2 Students Book Term 1. طب الكاركترز هي نفس الكاركترز اللي كانت موجودة عندنا في الصف الأول ابتدائي. تعالوا نعملها ريميمبر، نتذكرها. مس منى، هاني، هنا، يوسف، أميرة، بيزي، بي. وبنذكر تاني إن كل بداية كل اسم شخص أو أي اسم لازم يكون أول حرف من الاسم حرف كابيتال، دي قاعدة من القواعد الترقيم البانكشويشن. مس منى، هاني، هنا، يوسف، أميرة، بيزي، بي. طبعا بيزي بي علمتنا حاجات كتيرة جدا واستفدنا منها كتير، وعايزك تركز عليها كده، هتبقى موجودة بتقول لك مرة listen استمع ولوك وهكذا. اوكي، طيب الكونتنتس المحتويات بتاعة منهج سنة تانية ابتدائي برايم 2 تيرم 1، ايه الوحدات هتركز على ايه؟ عندك يونت 1 بعنوان meet my family، هيقابل العيلة. تعال لما نقابل العيلة يبقى هنتعرف على افراد العائلة، واكيد هيبقى فيها ايه في الوحدة، فيها فونكس، فيها صوتيات، وفيها جرامر. في يونت 2 ماي بادي، جسمي. الله يا مستر انت بتقول ماي فاميلي وماي بادي، ده انا خدت الحاجات دي في سنه اولى. ايوه موجوده في سنه تانية ولكن بشكل مختلف، وهتلاقيها في ثالثه وهتلاقيها في سته، يعني اللي بيحفظ وهو صغير بيستريح كتير. يونت 3 اوف تو سكول، رايح المدرسة، داخل وخارج المدرسة هنتعلم كلمات كتيرة جدا، وبعد الثري يونتس دول هنعمل ريفيو 1. طيب يونت 4 تايم تو بلاي سبورتس، أنا وقت الألعاب الرياضية، نتعلم ألعاب الرياضية وأسمائها. يونت 5 ماي داي، في يومك بتعمل إيه؟ تغسل إيدك، تغسل وجهك، تتناول فطور، بتلعب، بتنظف المنزل، كل دي حاجات هنتعلمها. يونت 6 healthy lunches، الغذاء الصحي، هناخد كلمات وأطعمة كتيرة، غذاء صحي وغذاء غير صحي، وبعدين review 2. اوكي، دي طبعا الكونتنتس بتاعت المحتويات، وعندنا قصة جميلة في الآخر اللي هي ذا جينجر بريد مان، رجل خبز ايه الزنجبيل. دي بالنسبة للصف الثاني الابتدائي. بنذكر تاني ان الوحدة هتكون مقسمة مش في فيديو واحد. يلا نبدأ، بسم الله توكلنا على الله. يونت 1 meet my family، meet my family. تعال نشوف هنا البيزي بي بتقول لك look انظر and listen واستمع. good evening، good evening. شايفين الجد بيقول ايه؟ good evening، good evening، مساء الخير. رد عليه الparents father ومother good evening، good evening. يبقى لما حد يقول لك مساء الخير بترد عليه نفس التحية بالظبط، مساء الخير، good evening. طب البنت العسولة هنا بتقول this is my grandpa، this is my grandpa، هذا جدي. This is my grandpa. These are my friends. These are my friends. These are my friends. البنت دي قالت هذا جدي، هؤلاء أصدقائي. بس البنت دي بتعلمنا حاجة جميلة تانية. إيه هي؟ لما نكون بنتكلم عن اسم مفرد بنقول this is، وماي يعني ملكي بتاعي، my father my mother my pen. These are my friends لما جت تتكلم على أصدقائها ما قالتش this is، ده قالت إيه؟ These are. طيب على اليمين
This is my cousin. كلمة cousin دي بتساوي 8 حاجات: ابن العم وابن الخال وبنت العم وبنت الخال وابن العمة وابن الخالة وبنت العمة وبنت الخالة. يا كل دي بتساوي كلمة ايه؟ cousin. This is my cousin. He is 5 years old. هو عنده 5 سنين. He is عشان بتكلم عنه، ما ينفعش يقول I am. لا، بتقول عن نفسك تبقى ايه؟ I am. طب هتكلم على شخص، اخوك، اي حد تاني، تقول he is. He is 5 years old. هو 5 سنين. وهنا هنا بتقول These are my parents. These are my parents. These are my parents. هؤلاء آبائي، بابا وماما، دادي ومام، فادر ومادر. يبقى الصفحة دي بنتعلم فيها يا حبايبي This is، هذا، هذه بس للمفرد. These are، هؤلاء للجمع. Grandpa، جدي. Parents، والدان. Cousin، زي ما قلنا، ابن العم أو ابن العمة، ابن الخال، ابن الخالة، بنت العم، بنت العمة، بنت الخال، بنت الخالة. كل ده بيساوي كلمة cousin. أوكي، جمل لما نيجي نحفظها، مش هنحفظها كلها على بعضها، لا، هتركز الأول في الكلمات، يعني تحفظ مثلا good evening الأول، تحفظ cousin، تحفظ grandpa، تحفظ friends، تحفظ parents، وبعدين تبدأ تاخد الجمل. أنا عايز المنهج ده ناخده صفحة صفحة، ما تستعجلش، ما تستعجلش إن الولد يحفظ بسرعة، لا، عايزين براحتنا، براحتنا جدا، مش نستعجل إن احنا يبقى همنا إن احنا نخلص كم كبير وخلاص، لا، ممكن كل صفحة في يوم ونذاكرها براحتنا بإذن الله تعالى. تعالوا يلا ننتقل لـ next page. الصفحة دي أو البيج دي مركزة على listening and reading، الاستماع والقراءة. listen and read، استمع واقرأ. بس جيت أو القطعة دي بيتهيألك إن هي كبيرة وصعبة، لا، مش صعبة ولا حاجة، ده احنا حافظين كل الكلمات اللي فيها بإذن الله. هناخدها جملة جملة وهترجمها لك واحنا ماشيين كده. يعني أول جملة، تعال نشوف الولد العسول ده بيقول إيه. let me، دعني، introduce my family. let me، دعني، introduce my family، دعوني أقدم لكم عائلتي. These are my grandparents. These are my grandparents. هؤلاء أجدادي. Grandparents اللي هما مين؟ Grandpa و Grandma. تمام؟ لو لاحظت كده هتلاقيني في Grandpa و Grandma ممكن أقول دي بس تبقى خفيفة، وممكن أنا ما أقولهاش عادي، يعني Grandpa أو Grandpa، بس إيه، ما تقولش Grand، ما تضغطش عليها قوي. السطر الثاني، this is my uncle. this is my uncle. هذا عمي. طبعا قلنا uncle عمي او خالي. his name، اسمه، is Amr. his name is Amr. اسمه عمر. he wears glasses. he wears glasses. هو بيرتدي نظارة. look at my parents. look at my parents. انظر الى والدي. my father is a teacher. my father is a teacher. والدي معلم. and يعني و، تربط جملتين بتكمل معنى. my mother is a nurse. my mother is a nurse. my sister Amina is 5. my sister Amina is 5. اختي أمينة 5 سنين. my cousin منى، بنت عمي منى، is 8، 8 سنوات. and my cousin مازن، وابن عمي مازن، is 6، عنده 6 سنوات. الكلمات الأساسية اللي موجودة: grandparents اللي هما مين؟ برافو، grandma، grandpa. uncle عمه أو خاله. parents اللي هما daddy ومام، father، mother. sister أخت. cousins أولاد العم طبعا أو أولاد الخال. أوكي، أقرأها لكم تاني بسرعة عشان نتعود على القراءة السريعة. let me introduce my family. these are my grandparents.
This is my uncle. His name is Amr. He wears glasses. Look at my parents. My father is a teacher and my mother is a nurse. My sister Amina is 5. My cousin Muna is 8. And my cousin Mazin is 6. حد لاحظ حاجة وأنا بقرأ؟ ها مين شاطر كده لاحظ؟ برافو، أنا كنت بقف عند نهاية كل جملة فول ستوب، لازم تيجي عند النهاية كده وإيه؟ وتقف تاخد نفسك ويبقى عينك على الجملة اللي بعدها، وطبعا دي هتجيلك بالإيه؟ بالبراكتسينج على طول التدريب. عندنا آخر حاجة read and match، اقرأ ووصل. كل جملة بتوصف صورة من الصور اللي موجودة ديت. أول واحدة مثلا This is my cousin، هذا أو هذه بنت عمي. منى She's 8، عندها 8 سنين، وطبعا متوصلة ب picture 3 الصورة التالتة. طيب الجملة هنا بيقول لك My sister أمينة، أختي أمينة is wearing an orange skirt، لابسة جيبة skirt orange برتقالي and brown jacket، وجاكيت لونه بني. طبعا هنوصلها ب برافو بيكتشر 4. طيب الجمله اللي بعدها This is my uncle، هذا عمي. He wears glasses، يرتدي نظاره. برافو بيكتشر 1. ماتش، وصل معايا، كتابك مفتوح وانت بتوصل معايا. اخر جمله These are my parents، هؤلاء والدي. اوكي، كلمات الاساسيه اللانجوج اللي بنركز عليها This is my للمفرد سنجولر، يجي بعدها اسم مفرد. These are my، يجي بعدها اسم ايه؟ جمع. برافو عليك. طبعا الجمع عارفينه بيبقى في اخره حرف الاس. هنا الفوكابلري، طيب family عائله، grand parents الاجداد، وهي عندنا اللي هما grandma grandpa، parents اللي هو بابا وماما، بعد كده عندك كلمه sister اخت و cousins. ده هنقف لغايه هنا نهايه الجزء الاولاني من الوحدة الأولى لبرايم 2. إن شاء الله زي ما قلنا هنقسم الوحدة كده عشان إيه ما يبقاش وإحنا بنذاكر ناخد فيديو بفيديو، وأنا هعملهم لك في قائمة التشغيل بحيث لما تشغل الفيديو الأولاني تخلصوا المذاكرة بإذن الله تدخل على الفيديو التاني. أشكركم حبايبي، thanks for watching، شكرا على المشاهدة، باي باي، see you in part 2، شوفكم في الجزء التاني لـ unit 2.